في ظلال قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، نمضي هذه اللحظات المباركة من يوم الجمعة المبارك، يوم الأنس بالله، يوم الاجتماع والصلة، يوم صلة الأرحام، يوم الذكر والعبادة والدعاء والتضرع، يوم فيه ساعة الإجابة نتضرع فيها إلى الله، يوم هو أعظم يوم طلعت عليه الشمس. في ظلال التعاون على البر والتقوى لتكون الأمة الأقوى بإيماننا بالله بإذن الله تعالى، في ظلال البر والتقوى واستشعار المسؤولية العظمى أمام الله أولا ثم فيما بيننا، لنبني أمتنا ونحفظ أنفسنا ومجتمعاتنا ونتعاون على الخير، كل الخير. وعندما يستشعر الإنسان المسؤولية يستطيع أن يدرك مباشرة واجبه في كل لحظة، وما هو الواجب الأسمى الذي يجب أن يقوم فيه وبه تحقيقا لمرضاة الله جل جلاله، وهو يستشعر قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وهو يستشعر قول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهو يستشعر قول الله تعالى: فلتسألن عما كنتم تعملون، وهو يستحضر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذ نتحدث عن البر والتقوى فلا بد أن نلفت الأنظار إلى أمر مهم جدا. إذا كان الأمر بالبر جاء في القرآن كما جاء في حق علاقات المؤمنين فيما بينهم، جاء في سياق علاقاتنا مع العدو، حتى مع العدو، وفي سياق علاقتنا مع المخالف في الرأي والفكر، ففي سورة المجادلة في الآية الثانية منها: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مهما كان الأمر ولو صدوكم عن المسجد الحرام المسلم لا يعتدي. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في سياق أن لا نعتدي نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، ولا أن نعتدي حتى على العدو، وإنما نقيم العدل والقسط فيه. ولذلك في سياق الحديث عن التعاون مع المخالف في الرأي والاعتقاد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هنا السؤال العظيم: إذا كان الله يأمرنا بالبر والتقوى حتى في التعاون مع المخالف، ويأمرنا بالبر والتقوى والقسط والعدل والحق حتى في التعامل مع المخالف، فكيف يجب أن يكون تعامل المسلم مع أخيه المسلم؟ وكيف نجسد التقوى؟ وكيف نجسد البر؟ وكيف نجسد العدل؟ وكيف نجسد حقيقة الإخاء فيما بيننا؟ هل نحن فعلا نحقق الإخاء فيما بيننا لنعالج مشكلاتنا التي نعايشها اليوم؟ مشكلات اقتصادية، مشكلات نفسية، مشكلات مالية، حقوق لبعض على بعض إلى غير ذلك. هل نعالج كل ذلك في ظلال البر والتقوى والقسط والعدل والإخاء والحب؟ إنما نحقق معنى البر والتقوى إذا حققنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحقق البر والتقوى عندما نحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسرع كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار، فما بالك عندما تجد مسلم يطعن أخيه المسلم أو يظلمه أو يأكل حقه أو يمنعه حقه أو يسلبه معاني إنسانيته أو يسحقه في حق حياته أو في حق ارتزاقه، ما ماذا سيكون الحال؟ وأين حقيقة البر والتقوى عندئذ؟ وأين نحن من البر والتقوى؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الذي يظلم أخياه فيأكل حقه أو لا يرأف بحاله أو لا يعطف على حاله أو لا يشفق على حاله أو لا يتعامل معه تعامل الإخاء الإسلامي فوق الإخاء الإنساني، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل واحد مظلوم سيأخذ بتلابيب الظالم، أنت منعتني حقي، أنت سحقت إنسانيتي، أين البر والتقوى؟ فوق 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 ذلك نتحقق بالبر والتقوى. إذا تحققنا بالآية الجامعة في سورة البقرة الآية 177، سأتركها لكم ولي لنعود إليها في سورة البقرة الآية 177، نتدبرها ونرى كل واحد منا أين نحن من البر والتقوى. البر والتقوى في التعامل مع أداء الحقوق للآخرين، حقوق العمال، الذي يأكل حق العامل، من ظلم قيد شبر طوقه طوقه من سبع أراضيه، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شوف العدل الإلهي، مع أنه ما في حساب ولا تكليف على البهائم، ولكن يقوم العدل الإلهي حتى بين الشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي لها قرن. فهؤلاء الذين يأكلون حقوق عمالهم، أين البر والتقوى؟ أين البر والتقوى عندما يكون لأحدهم دين على آخر وهو ليس بمنكر له وليس بجاحد له، ولكنه أعسر نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الإنسانية ككل، وأنت تعلم منه يقينا إنه لا يريد أن يأكل حقك، وأنت تعلم منه أنه كانت معاملاته المالية من قبل صحيحة وسليمة، أين البر والتقوى؟ ونحن نقرأ قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وليس هذا فقط، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وليس هذا فقط، وراها حساب شديد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وين أين جاءت هذه الآية وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة؟ جاءت في سياق تحريم الربا وإعلان الله الحرب على الربا. اليوم بعض الناس بروح بقيم دعاوى قضائية ضد من أعسر ولا يريد أن يأكل حق ويأخذ ربا محرم إجرامي فوق حقه بهذه الظروف الصعبة، وقبل أن يحدثنا الله وإن كان ذو عسرة حرم الربا بنفس الآيات. ألا نتدبر؟ أما إذا من نتحقق بالبر والتقوى في تعاملنا مع أرحامنا وجيراننا وفقرائنا، فإن الأشعريين الذين قال الله نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم هم مني وأنا منهم، كانوا إذا أرملوا في الغزو، يعني ما عاد في طعام
أو قل زادهم في المدينة جمعوا أزوادهم فجعلوها في ثوب واحد فاقتسموها فيما بينهم كما في صحيح الإمام مسلم، فهم مني وأنا منهم. أين نحن من هذا التكافل، التضامن، التعاون، التراحم؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، والله ما ضاع حق فقير أو جاع فقير إلا بسبب التبذير والإسراف. ولذلك جاء بعدها ولا تبذر تبذيرا. أين البر والتقوى أيضا في التقنين، في القوانين الناظمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى نتراحم، حتى نتكافل، حتى نتعاضد، حتى نكون محل رحمة الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم اللهم فارفق به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.